الأمريكية. إذا ننتقل إليك مراد هاشم في نورث كارولينا، يعني إذا كانت فلوريدا من أهم الولايات المتأرجحة، ماذا عن نورث كارولينا؟ يبدو أن الاستطلاعات الأخيرة الآن مؤشر الاستطلاعات متقارب جدا بين المرشحين، ما معنى أن يكون المرشحان في اليوم نفسه في تلك الولاية؟ ما دلالات ذلك؟ نعم أيمان، هناك تركيز كما أشرت إذن من المرشحين الرئيسيين في هذه الانتخابات اليوم على كارولينا الشمالية. بعد ساعات من الآن، تحديدا 3 ساعات ونصف من الآن، سيكون المرشح الجمهوري دونالد ترامب هنا في كونكورد التي تبعد نحو 30 ميلا إلى الشمال من شارلوت لحضور تجمع انتخابي في هذه القاعة. نلاحظ هنا بدأت الإجراءات عمليا لاستقبال مؤيدي ترامب. لاحقا سيكون في محطة أخرى في الولاية شمالا في مدينة سيلم هيلاري كلينتون أيضا تعقد في هذه الأثناء تجمعا انتخابيا في وينترفيل شمالا، ولاحقا عصرا في رالي عاصمة الولاية. المحطات الأربع إيمان كلها تركز على مناطق ذات كثافة يتواجد فيها كتلة تصويتية من الأمريكيين الأفارقة كبيرة، ومن الواضح أن التنافس أصبح محموما بين الحزبين بسبب التقارب الذي أشرت إليه إيمان. الآن الفارق بين كلينتون وترامب فقط ما بين 3 إلى 4% فقط هنا في هذه الولاية التي تعتبر حاسمة ولديها 15 مندوبا. الرئيس باراك أوباما كان هنا بالأمس في تشابل هيل وكان وألقى واحد من أقوى خطاباته كما وصف، وتحديدا إذا هجومه على دونالد ترامب الذي اعتبر أنه يشكل خطرا على الولايات المتحدة وعلى العالم. هو أيضا أشار إلى نقطة مهمة فيما يتعلق بتصويت الأفارقة الأمريكيين حينما قال أنهم يواجهون عراقيل تحول دون وصولهم إلى مراكز الاقتراع، وهذا يأتي في سياق دعوة قضائية أيضا رفعتها منظمة معنية بالدفاع عن حقوق الملونين، تتهم فيها بعض المقاطعات بأنها تقوم باتباع إجراءات معقدة تحول دون وصول الأفارقة الأمريكيين للتصويت في مراكز الاقتراع، من قبيل وضعها المراكز الاقتراع في مناطق يصعب الوصول إليها على سبيل المثال. ولعل هذه الاتهامات تلقي بمزيد من التوتر في هذه الولاية. كان دونالد ترامب بالفعل قال أن هناك عملية التصويت قد يشوبها عملية تزوير، وبالتالي كان نظر إليه على أنه نوع من التحريض. هنا في هذه الولاية عمليا توتر شديد، وهي من الولايات المرشحة التي يتوقع أن تشهد عنفا مرتفعا ربما لاحقا في بعد ظهور النتائج. هناك توتر بين الأمريكيين الأفارقة كما هو معروف، الأمريكيين البيض تحديدا مع الشرطة. قبل شهر تقريبا قتل رجل أسود هنا عقبته مظاهرات وعملية تخريب وتكسير. أيضا هناك مقر للحملة للجمهوريين أحرق بالكامل بعد إلقاء قنبلة حارقة عليه. الملثمون الذين ألقوا القنبلة كانوا يقولون اخرجوا أيها النازيون من هذا المكان. هذا يلقي بالضوء على التوتر الشديد هنا أيضا في هذه الولاية إيمان. شكرا لك إذن مراد هاشم، كنت معنا من نورث كارولينا. وإذا كان